بالملعب البلدي للرجبي بوجدة جرت يوم الأحد 26 يناير 2014 مقابلة بين الفريق المحلي مولودية وجدة وفريق قرية أركمان الناظور برسم الدورة الثالثة للبطولة الوطنية للرجبي 15. عن واقع رياضة الرجبي 15 وعن قيمته بالمنطقة الشرقية وقيمة فريق المولودية الوجدية للرجبي والسياسة الرياضية المنتهجة من النادي وغير هذا، يتحدث هشام أوباجة الكاتب العام لفريق المولودية، ونستمع أيضا إلى الإطار الوطني المدرب التقني للفريق الحاج تومي الشارف، وبعده إلى بدر مصري المدير التقني لجمعية أركمان للرجبي. تابعوا. السلام عليكم، هشام أوباجة الكاتب العام لفريق المولودية المجتمع للرجبي. الآن نحن نتواجد بملعب البلدي للرجبي بمناسبة إجراء الدورة الثالثة من البطولة الوطنية للرجبي 15 التي تجرى بين فريق المولودية المجتمع وفريق قرية أركمان. المقابلة لحد الآن متفوق فريق المولودية المجتمع بحصات 37-3. المقابلة اللي كتبان يعني كتدور في واحد منافسة شريفة، في واحد انضباط تكتيكي في المستوى تقني عالي لكلا الفريقين. فريق المولودية الوجدية نهج الملعب كيساعدوا على انه يجري المقابلة في المستوى، نظرا كذلك عود المناخ، الاجواء المناخ. بالنسبة للمقابلة الأخرى، فريق المولودية الوجدية فاز في المقابلة الأولى ضد فريق قلعة الصراغلة، مدينة قلعة الصراغلة بمدينة قلعة الصراغلة 6-3. المقابلة اللي كانت في المستوى، لأن المنافس الآن منافس في البطولة القسم الوطني الممتاز هو فريق مدينة قلعة الصراغلة اللي حتى هو كيحسن نتائج لا بأس بها. وباقي المقابلات الأخرى ستجرى إن شاء الله الأسبوع المقبل ضد فريق أولمبيك خريبكا بمدينة خريبكا وكذلك بمسيك سيدي عثمان. البطولة الوطنية تجرى في شطر واحد كل وحدة على غرار السنوات الفارطة اللي كانت تجرى على يعني المستوى التقني لحد الآن ديال البطولة في المستوى، لأن الآن ممارس الركبي 15 انضاطر من المغرب وحاولت بعض الفرق انها تحيد الرجبي 15 نظرا للمتاعب الماليه ونظرا للمشاكل وما تطلبوا تسير اليومي للفرق، ولكن السته ديال الفرق الان اللي وضع الخيارات ديالها وكتمارس في هذا الموسم في ليستاسيون عليها بزاف، وبرافو عليهم انهم فرق اللي عاد حديثه. فريق قريه أركمان، فريق أركمان راه مثال يحتذى به في الرياضه، ولا عطى واحد انه باش تشارك بجميع الفئات والرجبي 15 وفي واحد الجماعه اللي مساحه ديالها صغيره وكتمارس الرجبي. وكذلك كان نشدو بايادي يعني كنشجعوا فريق بنيدران اللي نشا هذه السنه وكان عنده الاراده والعزيمه على انه يشارك في الرجبي 15 وتاهل للرجبي 7 البطوله الوطني القسم الوطني الاول. نتمنى ان المسؤولين يساعدوا هذا الفريق، والحمد لله الجهه الشرقيه باقيه واخا رغم القيل والقال الجهه الشرقيه باقيه، الحب ديال هذه الرياضه ولا الرياضه كامله باقيه عاطيه. وحنا كنعطيو هذا الميساج للمسؤولين بان الرجبي راه كاين وراه خصهم هما اللي يكونوا، راه الرياضه كاينه، لان باش تنشا واحد 3 ديال الفرق في الجهه الشرقيه يمارسوا في قسم الوطن هاني ويتاهلوا للبطل الوطني للرجبي 7 اللي هاد السنه كتجرى في شطر واحد في قسم وطني ممتاز، راه ماشي من السهل بعد المراحل الاقصائيه تاهل. فريق بنيدرار خصو تشجيع، فريق قريه أركمان خصو تشجيع، فريق المولوديه كذلك، لان فريق المولوديه واحد القاطره اللي الان الناس ولات المنافسه على غرار فريق الاتحاد الرياضي الوجدي اللي كان متاسف في الوضعيه الحاليه اللي راه يمر فيها، انه ما يمكنش فريق الاتحاد الرياضي الوجدي ما يكونش عنده الركبي 15 وما يمكنش ما يتاهلش في الركبي 7، يخص اعاده النظر. هذا كغيور على المدينه، كغيور على هذه الرياضه، خصنا نلفتوا لو ميساج للناس المسؤولين على انه لابد باش يوضعوا لنا في الصوره الحقيقيه وما يدخلوش التفاصيل الاخرى، لانه اللي وقع
هذه السنة هو أنهم رفضوا أنهم يرخصوا اللاعبين تاع الرقبي 15 أنهم يتنقلوا فريق المولودية الجديدة. هو اللاعبين كانت عندهم رغبة أنهم يمارسوا، لأن حنا كنمارسوا الرقبي 15 وهما ما عندهمش الرقبي 15. دونك الآن السياسة ما كايناش في الرياضة، حسابات ضيقة ما كايناش في الرياضة. وأنا كنتأسف لأنه لابد أنهم يعطيونا الفرصة، يعطيو الفرصة لدوك اللاعبين، لأن دوك اللاعبين حنا فريق المولودية الجديدة ما محتاجين أي لاعب يجي عندنا، لأن عندنا فريق تاع التكوين. ولكن في نفس الوقت ما كنسدوش الباب على شي لعاب جا وكيمارس بحاله بحال الإخوان ديالو. السياسة ديالنا سياسة احترافية، سياسة ديال التكوين. ولكن أنا كنقول الإخوان في الاتحاد الرياضي الجديد ما يبقاوش قابضين ديك الضغينة، ديك الحق على فريق إنهم في المعارضة. أنا كنتأسف لأنه الآن اللي كيضيع هو اللاعب، لاعب لأنهم ما عندهم الركبي 7 وما تأهلوش للبطولة الوطنية. والركبي 7 الركبي 15 اللاعب تاع الركبي 15 كيبغي الرياضة تاع الركبي، خصو يمشي يمارسها. أعطوه الفرصة أنه يمشي يمارسها في أي نادي، في أي نادي وفي الرغبة ديالو، لأن ما كتخلص وما كتعطي حتى شي حاجة. حنا على غير الفريق المولودية الجديدة أرسل واحد الرسالة وقعتها بأمر من الرئيس على أنه أي لاعب ما يتنقل شي فريق مرحبا. ومشات 40 لاعب أكثر، لما بغيت نقول 50 لاعب فريق اللي كانوا يمارسوا معنا، ومشاو الفريق بني درار وراهم يمارسوا والحمد لله. فريق بني درار حنا ماذا بينا تكون فرق أخرى. كذلك في السياسة الأخرى الناجحة للجامعة الملكية المغربية للركبي لأنها تشجع باش يكونوا فرق هنا في مدينة وجدة وفي الأحياء، أحياء مثل فريق الجزيرة، فريق البصارة، فريق سالة بن محنة. وانشأوا هذه السنة احنا في إطار مساعدة فرق أخرى باش أنها تنشأ، ولا سبنا ما نعاونهم راح نعاونهم، ما صبناش على الأقل نقولوا كلمة خير في هاد الناس. لأن واحد الإنسان باش يجي مارس يجي مسؤول ويجيب لك ولاد الناس يمارسوا راه ماشي سهلة. لأنه الآن وحنا في 2014 لاعب باش يجيبو يمارس الرياضة السي محمد شي حاجة، وراك تنقدو مش الانحراف وبزاف ديال الأشياء. نتمنوا لهاد المسؤولين أنهم يساعدوا، نتمنوا يساعدونا في الملاعب، إنشاء ملاعب، لأن الرياضة الوحيدة اللي قع عليها الإقبال وعندها الغيرة هي رياضة الركبي. نتأسف الرياضات الأخرى لأنها راها تنضاطر، نتمنوا من المسؤولين كذلك تكون عندهم الغيرة. بالنسبة للأنشطة ديال الجامعة الملكية المغربية هذه السنة، كان واحد اللقاء هذا الأسبوع مع رئيس الجامعة والسيد المسؤول عن الركبي 7، تعطاهم بروجي نتاع الركبي 7 للسيد الوزير، تقدم له السيد الوزير قبل البروجي وعطاهم الموافقة باش أنهم يخدموا ذاك البروجي باش يوجدوا 2016 الألعاب الأولمبية تاع الركبي 7. نتمنوا مسيرة موفقة للمنتخب الوطني، نتمنوا من الناس يوقفوا اللي ما يقدرش يدير الممارسة الرياضية السليمة، ما يمشيش الممارسة الرياضية السياسية. لأنه الآن اللي كيبحث على شي منصب راه ما عمره غادي يوصل، لأنه الله سبحانه وتعالى ما غاديش يبغيه، لأنه ذاك العمل كيعملوا لأجل المصلحة ديالو. نتمنوا المسؤولين أنهم الإنسان اللي ما يقدرش يسير فريق يعطي السويرتة ديال العبر للناس، لأنه ماشي مفروض عليه أنه يسير. إن الآن المسؤولين في المغرب كنتأسفوا الفريق في الركبي 15، فريق الأولمبيك البيضاوي، فريق الفتح الرباطي اللي ما عندوش لاعبين وكيركب على مشاكل أخرى ما بينه وبين الجامعة، فريق الاتحاد الرياضي الفاسي، فريق الاتحاد الرياضي الوجدي، فريق أسفي. هادو الفرق اللي كان حنايا كنا صغار وكنسمعوا عليهم، ما عمرو كنا حنا عليها اقتدينا على أنهم كاينين. هذا هو الركبي، هنا الركبي. دابا الركبي ما بقاش في هاد المدن، ما بقاش في هاد الفرق. علاش؟ لأنه المصلحة. نتمنى من المسؤولين تاع الجامعة الملكية، وهذا مقترح مفروغ منه، على أنه الفريق اللي ما عندوش الركبي 15 لن يشارك في الجمع العام ولن يشارك في تسيير الجامعة الملكية. وهذا مقترح وأقولها ورأسي مرفوع كما يقولوا سي محمد، لأنه ما يمكنش تكون عندك الركبي 7 فعندك فئة واحدة 7 ديال الدراري كتلعبهم وكتسير الجامعة الملكية، وكتكون عندك فرق اللي ما كتسير ولا ما كتكونش كاع نهائيا وما تصوبونش. إنه دابا الآن ولات إما معاك ولا ضدك، مابقاش ديك الرياضة نتاع الجامع. وكنتأسف لأنه انسحبوا هاد الفرق لأسباب شخصية، لأسباب عندهم سياسية. نتمنى أنهم يحيدوا السياسة ويمشوا للرياضة
نتمنوا المسؤولين تاع مدينه وجده انهم يدعموا الفريق تاع الركبي وفريق مدينه وجده باش يبقى، لانه ما يمكنش غادي نبقاو على غير دائما نبقاو نستجديو بالصداقات ولا بالمسؤولين. وهذا نتمنوا انهم ايجاد مورد قرار. كنشكر الناس تاع اللي كيحبونا كيحبوا هذه الرياضه وباغيين هذه الرياضه الخير، هما الناس ديال الصحافه النزهاء اللي كيجيو يتبعونا وكيخليو كيعرفوا المكانه ديال اي رياضه. شكرا جريدة وجدة نيوز على تتبعها للصغيرة والكبيرة. شكرا سي محمد العثماني. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الفريقين بزوج على الروح الرياضية بعد الممتازة والعالية اللي برهنوا عليها، رغم أنها بالنسبة لي أن ماتش ماتش ديربي اللي بالنظر حتى هي فريق ماشي سهل، ولكن الحمد لله اللي رصد درنا في التدريب ورسمناه أن تجسد على أمر الواقع. ما نقولش 100%، ولكن دالة راجع عدة اعتبارات منها الغياب، وعندي بعض اللاعبين مصابين، والأفضل من هذا أننا جربنا الشباب اللي الحمد لله عطاو تسميتهم. كيقول لك رحنا موجودين، احنا خصنا غير الفرصه اللي، وهذا شيء عظيم بالنسبه لنا احنا كفريق، رغم اننا في واحد الوقت ان غادروا الفريق عده لاعبين، واحد المجموعه كبيره اللي هذا ما ينقش من الفريق، قدايم الفريق كبير. وتقنيا كيفاش كانت المقابله بصفه عامه؟ تقنيا المقابله ما كانت دا وجهين. في البدايه كان فرق الخصم من دافع بزاف اللي سجل علينا 3 نقاط، ولكن احنا بداك التركيز اللي متعودين عليه وان ما كيشكلش علينا ضغط نكونوا منهزمين، ولا المقابله كتلعب في 8 دقيقه ولينا في النتيجه، ولينا نلعبوا بالطريقه ديالنا المعهوده اللي نقدروا نوصلوا في اي لحظه للشباك ديال الخصم اللي تجسد على امر الواقع بعده اصابات اللي سجلناهم، محاولات اللي كانت ديال 5 نقاط واللي اضافت لها 2 نقاط اللي انا دابا كنقول النتيجه تفوق 30-3، وهذا شيء عظيم. وهذه البدايه علاش الله لعبنا هذه المقابلتين، مازال ما بانتناش الفريق النموذجي اللي غادي نعولوا عليه واللاعب اللي غادي يكون رسمي، اذا حنا نعاد في التجريب، وهذا كيعطي الحظ لكل لاعب انه يجي يبرهن على القدرات ديالو والكفاءات. وشكرا للناس ديال اللي كانوا موجودين على هذه الاستضافه، وشكرا للجريده الالكترونيه اللي وجده نيوز اللي كتشرفنا دائما وانها كتقل المقابلات دائما ديال الركبي، وهذا شرف لينا احنا كممارسين وكمدربين للركبي، علاش هذا هو كما نقولوا المنبر انا بالنسبه ليا في المنطقه الشرقيه الوحيد اللي راه كيكفق بجانبنا وكيتبع جميع المقابلات، لا كانت لا ديال الصغار ولا الشابات ولا ديال الكبار. وشكرا. السلام عليكم، بدر مصري المدير التقني لفريق جمعية الرياضيه لاركمال الركبي نادور. جينا اليوم لعبنا خلال مباراه قمه بين نادي الناظوري ونادي المولوديه الوجديه عن الدورة الثالثة من بطولة القسم الأول ركبي 15. المباراة فقدنا السيطرة مباشرة بعد تسجيلنا أول نقاط ديال المقابلة. من بعد الفريق ديال الناظور خلق عدة فرص للتسجيل ولكن ما ختمهاش بشكل جيد، وكانت هناك أخطاء تقنية عدة اللي تمكن من أعضاء الفريق من المولودية الوجدية من تحويلها إلى محاولات ناجحة اللي أعطتنا النتيجة اللي شفتوا خلال المباراة. يجب علينا العودة إلى الديار، تصحيح الأخطاء اللي وقعت، والعودة إلى تحضير البدني الجيد، لأن شفت على أن في آخر مقابلة اللاعبين نقصتهم واحد استعداد البدني بما يمكنهم من استمرارية بنفس النهج في المقابلة. ناهيك عن الأخطاء، التحكيم اليوم كان جيد جدا، تشكروا الحكم تيراري لأن قاد المقابلة بطريقة جيدة. نبغي أولا وقبل كل شيء
نوصل واحد رساله لجميع المسؤولين باقليم النادور على انه احنا تنشكروهم جيدا، تنشكروهم كثيرا على الدعم المتواصل لجمعيه الكمان، خاصه السيد عامل صاحب الجلاله على الاقليم السيد مصطفى العطار، السيد سعيد الرحموني رئيس المجلس الاقليمي اللي ما تيبخلش على النادي باي دعم تنطلبوه منه، السيد رئيس المجلس القروي البكاي بورجل اللي دائما وراء الفريق ويسانده في الخفاء، تنشكرهم دائما ونوعدهم على اننا نعملوا كثيرا على تحسين نتائج الفريق مستقبلا ان شاء الله. Thank you.
you.